ما زلنا نطوف في المجموعات الشعرية في مكتبتنا العربية، ولكني أيها السادة أيتها السيدات أنقلكم على الهواء مباشرة من عالم المفضل الضبي والأصمعي وأبي تمام والبحتري إلى عالم آخر تماماً وإلى زمن مختلف، إلى محمود سامي البارودي المتوفى في مطلع القرن العشرين في السنة الرابعة بعد 1900، الذي نشأ في القاهرة وكان رئيساً للوزارة قبيل الثورة العرابية، يعرفه أهله أهل مصر جيداً. لا أتحدث هنا عن سياسي، لا أتحدث هنا عن عسكري، بل أتحدث عن الأديب محمود سامي البارودي الذي حوى ذلك في شخصيته وفي مؤلفاته، بل هو مجدد للكلاسيكية المعاصرة وهو مجدد النهضة الشعرية. أحب الشعر القديم فأقبل عليه وأنتج المختارات الشعرية والتي حملت اسمه، فكان اسمها مختارات البارودي. يعجبني رجل الوزارة مشتغلاً بالأدب، وأي مشتغل هذا؟ قدم البارودي مجموعة شعرية ضمت 30 شاعراً عباسياً من أجمل ما قيل في الشعر العباسي منذ منتصف القرن الثاني الهجري حتى مطلع القرن السابع، واختار لكل شاعر منهم مجموعة مناسبة من شعره، حتى وصل عدد الأبيات إلى 40,000 بيت. أتدرون كيف قسم كتابه؟ جعله في 7 أبواب: الأدب، المديح، الرثاء، الصفات، النسيب، الهجاء والزهد. ثم اختار في كل باب من تلك الأبواب 7 شعراً وافراً لكل من أولئك الشعراء 30 على التوالي، مراعياً ترتيبهم الزمني وأسبقيتهم في الوجود، يعني بشار بن برد، العباس بن الأحنف، أبو نواس، مسلم بن الوليد، أبو العتاهية وغيرهم. ثم رتب أشعار كل شاعر في كل باب على حروف المعجم، مبتدئاً بما رويه الهمزة ثم الباء وهكذا. وطبعت مختارات البارودي في 4 مجلدات مترافقة في 4 مجلدات مترافقة مع شرح بعض المفردات الغامضة، ولذلك جاءت مختاراته مرتبة بمنهجية عالية. يقول الأستاذ محمود فاخوري: لو أراد القارئ أن يبحث في كتاب البارودي عن مرثية ابن الرومي لابنه الأوسط والتي مطلعها بكاؤكما يشفي وإن كان لا يجدي، فجودا فقد أودى نظيركما عندي، نذهب إلى باب الرثاء ونبحث عن ابن الرومي الذي ترتيبه 9 بحسب الزمن، ثم روي حرف الدال لأن نصه ينتهي بالدال، يجدي كما رأيتم. إنجاز عظيم للجميل البارودي، أنصح بقراءة شعره أيضا. الشاعر والأديب والسياسي والعسكري والناقد محمود سامي البارودي.